وإلى شباك الثقافة، تقع مدينة شحات في أقصى شمال شرقي ليبيا ضمن محافظة الجبل الأخضر، وهي مدينة تاريخية تتميز بمواقعها الأثرية مثل الحمامات اليونانية والمعبد زيوس الذي تم بناؤه في القرن الخامس قبل الميلاد. لا تزال كثير من المواقع الأثرية في المدينة قيد الاستكشاف. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. كانت في السابق تسمى مدينة سيرين القديمة، هي منطقة أثرية في ليبيا تقع بالقرب مما تعرف حاليا مدينة شحات، لكن المفارقة أن هنا ما زالت الاكتشافات الأثرية ممكنة في ظل ظروف غير عادية تمر بها ليبيا. هذه قصة هذا الفتى الجالي ميلود الذي اكتشف مؤخرا عددا من القطع الأثرية القديمة بما فيها رأس تمثال من الرخام. في 20 رمضان كان ماشي للمستشفى المقابل للسكن، فبلغني، عرفت هو أخوه الكبير، قال لي جيت ماشي المستشفى لقيت قطعة أثرية داخل السياج متاع المستشفى، فأبلغ أخوه وجاب وياه وجوني قالوا لي هذه القطعة، قلت لهم به وصلت، فتم تسليمها عرفت للشرطة السياحية ومراقبة الأثار بمدينة شحات. عودة القطع الأثرية ليست استثنائية هنا في هذه المدينة التي تعد من أغنى المدن الليبية من حيث كميات الآثار. اليوم نحن في مبنى معرض القطع المستردة والمسترجعة الذي دشنته مصلحة الآثار في عام 2018. هذا المعرض جاء نتيجة لحملة توعية كبيرة قامت بها المصلحة في عام 2015. لعلي هنا أشير إلى أول قطعة أثرية استرجعت في عام 2015، وكانت هي باكورة عودة القطع الأثرية إلى مصلحة الآثار. يحتوي هذا المعرض على نحو 150 قطعة أثرية، قطع تختلف في التواريخ والعصور التي تنتمي إليها، وقد تم تهريب كميات كبيرة منها. فكانت مبادرة مصلحة الآثار التي أطلقت حملات لاسترجاع القطع الأثرية. نتيجة لحملات التوعية الآن في عام 2019 وصلت مصلحة الآثار إلى ما يربع عن 1700 قطعة مسترجعة. في عام 2019 أطلقنا الحملة الثانية التي أتت ثمارها بشكل سريع في تسليم عدد من المواطنين من مدينة القبة ومدينة جيجا ومدينة شحات لقطع أثرية وصلت إلى مصلحة الآثار. أخبار ليبيا التي تصلنا عن حرب واقتتال ودمار تلقى فيها أحيانا كثيرة خبرا إن دل على شيء فإنما على بلد غني بثرواته وشعب متمسك بحضارته وتاريخه. ومن طرابلس نرحب برمضان الشيباني رئيس قسم الشؤون الفنية في مراقبة آثار طرابلس. مساء الخير أستاذ رمضان و أهلا بك. إذا يعني بالإضافة إلى التقرير لنستفيد أكثر طبعا من حضرتك ومن معلوماتك، ما هي أبرز الاكتشافات الأثرية في مدينة شحات حتى اليوم؟ نعم، مدينة شحات طبعا مدينة مهمة جدا بالنسبة لتاريخ ليبيا بشكل عام وتاريخ حوض البحر المتوسط وتاريخ كل المدنيات الكلاسيكية في حوض البحر المتوسط، فلها بصمات لكل الحضارات التي مرت بهذه المنطقة من الحضارة الليبية القديمة إلى الحضارة الإغريقية إلى الحضارة الرومانية فالبيزنطية وغيرها، إضافة إلى عصور ما قبل التاريخ. مدينة شحات تعتبر تأسست في سنة 631 قبل الميلاد في الفترة الإغريقية بالتحديد، ولنا شواهد مهمة جدا في هذه المدينة تشير على عظمة وأهمية هذه المدينة في فترة زمن المدنيات الكلاسيكية. طبعا الاكتشافات في مدينة شحات كثيرة جدا لا يسع المجال لذكرها، فعلى مدار اليوم يعني أعتقد في كل يوم وفي كل أسبوع نجد هناك اكتشافات. مدينة شحات تتمتع بمكونات أثرية مهمة، منها معبد زيوس ومنها الأجورا ومنها المسارح الرومانية والإغريقية والمكتشفات الأثرية اللي هي مثل التماثيل وغيرها، فهناك شواهد مهمة جدا وهناك مخازن ومتاحف في مدينة شحات
تشير إلى أهمية وعظمة هذه المدينة في كل المراحل التاريخية التي مرت بها هذه المدينة. نعم. سيد رمضان، إلى من يعود الفضل في الحفاظ على هذا الإرث الحضاري وهذه الآثار بشكل أساسي؟ نعم نعم، طبعا هذه متعددة الأطراف، يعني الحفاظ على هذه، منها مصلحة الآثار على سبيل المثال التي قامت بأعمال الحفريات بالتعاون مع بعثات أجنبية منها إيطالية وأمريكية وفرنسية وبولندية، فأيضا سكان المنطقة وأهالي المنطقة لهم دور مهم جدا، والمؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية في مدينة شحات لهم هناك يعني دور كبير جدا مجتمعي أيضا في الاهتمام، خصوصا بعد الحرب وبعد سنة 2011 غابت المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية، وبقى المواطن في مواجهة الاعتداءات على المواقع الأثرية والنهب والحفريات وغيرها، لكن مدينة شحات لم تكن مثل غيرها من المدن الأخرى، فلم يسرق منها الكثير في الحقيقة إلا نتيجة بعض الحفريات العشوائية. لكن ما السبب في ذلك سيد رمضان؟ هل لأنه في المدينة كان يعني ثمة خطة مثلا للحفاظ على الآثار ومنع تهريبها وحمايتها من حتى التدمير مثلا؟ نعم نعم، طبعا التدمير طال كل المدن الأثرية، لكن مدينة شحات تختلف اختلاف كبير جدا على المدن الأخرى، لأنها الرقعة الجغرافية الموجودة عليها المدينة الأثرية هي نفس المكان الذي تم تصميم، وبالخطأ طبعا في السابق كونوا فيه مستوطنة جديدة أو مكان للسكان للبناء، فهذا كان خطأ كبير، لكن الأهالي استيقظوا في الأخير الحقيقة وقاموا بدور مهم جدا في حماية موروثهم الثقافي وحماية المدينة، وكان هناك مؤسسات أهلية وكان هناك مشاريع وبرامج توعية كما ذكر قبل الدكتور أحمد حسين رئيس مصلحة الآثار، كان هناك حملات توعية كبيرة جدا ولا زالت إلى حد الآن، نرى في الأيام السابقة أن هناك حملات توعوية للتعريف بالموروث الثقافي على المستوى الشبابي وعلى مستوى الأندية الشبابية والأندية الرياضية والمدارس، وبصدق يعني هم يشتغلون ليل نهار، وأدى الدور كبير جدا لأن تم استرجاع أكثر من 1400 و1500 قطعة أثرية طواعية، وآخرها من قبل أسبوعين أو ثلاثة تقريبا لشاب قام باسترجاع رأس تمثال نادر ومهم جدا بصدق، يعني كانت من كانت أين كانت بالضبط، يعني ما هي المناطق أو المدن أو الدول التي تم استرجاع هذه القطع منها؟ لا، القطع اللي تم استرجاعها هي كلها كانت داخل ليبيا، يعني عند السكان وعند الأهالي اللي تم لم تهرب، قاموا بالعثور يعني عليها لم تهرب. نعم، هناك قطع أخرى كثيرة مهربة، يعني من أشهر قليلة هناك تمثال من مدينة شحات وجد في قاعة أفروديت في نيويورك، يعني هناك إلى جانب هذه الصحوة من الأهالي ومن السكان هناك رخاص الدم من قاموا بتهريب بعض القطع الأثرية مدينة شحات وعرضها في الأسواق المحلية، ثم هربت إلى خارج ليبيا، في سويسرا، في باريس، في لندن، في أمريكا وفي إسرائيل وفي كثير من الدول يوجد هناك قطع أثرية هربت من مدينة شحات سواء قبل ثورة فبراير أو نعم. سيد رمضان، يعني بالتأكيد وجود هذه القطع الأثرية المهربة في متاحف إن كان في بريطانيا، في فرنسا، في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرت، أيضا يعني ما أهمية هذا الأمر كما ذكرت زميلتي في التقرير إنه ليبيا اليوم هي بلد اقتتال وفوضى في أذهان العالم كله، فما أهمية هذا الأمر أيضا في الإضاءة على الجانب الحضاري والثقافي لدولة كليبيا؟ نعم طبعا، كل هذه الإشكاليات التي حدثت وهذا التشظي والتشردم اللي موجود سواء الناحية السياسية والحكومات المتعددة أو الانقسامات اللي موجودة يعني حتنتهي في يوم من الأيام، إضافة إلى أن كل المؤسسات حترجع إلى طبيعتها، لكن ما يضيع
من موروثنا الثقافي هو ضياع للهوية، هو ضياع للتاريخ، هو ضياع لكثير من الأمور التي تتعلق بهوية الليبيين. فنجد أن مصلحة لاتار تسعى بشكل كبير جدا إلى استرجاع هذه القطع والتبليغ عنها لدى المؤسسات المعنية، منها الانتربول واليونيسكو وغيرها من المنظمات الأخرى. فمصلحة لاتار عملت قوائم وحصر لكل القطع اللاتارية التي تم سرقتها، ويتم التبليغ عنها بشكل تناوبي إلى المؤسسات المعنية. لكن نحن نعاني من مشاكل أخرى، منها الحفريات العشوائية التي نتج عنها أو كان نتاجها كثير من القطع الأثرية الغير مسجلة والغير موثقة، والتي لا نستطيع المطالبة بها بشكل قانوني لأننا ليس لدينا ما يثبت أنها ملك للدولة الليبية وملك لمصلحة لاتار. هذه هي الإشكالية الكبيرة. لكن القطع المسجلة فالعالم كما سبق ونشرنا في كثير من المداخلات أصبح قرية، ومن السهل جدا استرجاع أي قطعة أثرية مسجلة في لوائح وقوائم متاحف ومخازن مصلحة لاتار الليبية. لكن الغير مسجل هو الذي نعاني منه بشكل كبير جدا. نعم، رمضان الشيباني رئيس قسم الشؤون الفنية في مراقبة آثار طرابلس، شكرا جزيلا لك.